سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. دائما مع وصفات مطبخ ام عبد الرحمن، السهلة والسريعة والاقتصادية والاهم بنينة. اليوم جبت لكم واحد الوصفة هي البنات هبال، مقاديرها قليلة وموجودة في كل بيت، واللي ما عندهاش تقدر توفرها بلا لحم بلا دجاج بلا بيض، والبنة عالمية. نتمنى كل واحدة شافت لا فيديو وتجربها، واكيد راح تعجبها وتعتمدها. اذا حبيتوا ديروا الوصفة ما عليكم غير تكملوا الفيديو للاخير. بسم الله نبداو على بركة الله في المقادير وطريقة التحضير. البنات، أنا عندي بصلة كبيرة ربيتها أو قطعتها مربعات صغار، حطيتهم يتقلاو. عندي زوج إلى ثلاث حبات فلفل، حبيته الحار حبيته الحلو، قطعوهم مربعات كما راكم تشوفوا، خلطهم للبصلة باش يتقلاو مع بعض. البنات معذرة، راني نسجل في الليل، الصوت تاعي راهو منخفض، معليش محبيتش نهولهم، راهم كامل راقدين. وانا حبيت نطلع لكم لا فيديو والانترنت راهي ناقصه. لاحظوا بعد ما ضفت الفلفل راح نقليهم مليح، ونحكم حبه طماطم. البنات بالنسبه للطوماطيش انا رايحه نربيها، انتم اذا حبيتوا تقطعوها مربعات صغار لكم الاختيار. عندي فصوص من الثوم حبيتهم يبانوا في الكراتان تاعي، قطعتهم شرائح فقط. لاحظوا كمية اللي تحبوها، اذا تحبوا نكهة الثوم بزاف كثروا، اذا ما حبيتوش ديروا كمية كبيرة لكم الاختيار. لاحظوا معايا بعد ما ضفت حبة الطماطم اللي ربيتها، نغلق عليهم ونخليهم يتقلاو كامل مع بعض. نحكم الباذنجان كمية اللي تحتاجوها على حساب افراد العائلة، نشللهم مليح بالماء ونمسحهم، ونبدا نقي فيهم على هذه الطريقه يا البنات. انا حبيت نحتفظ شويه بالقشره لان فيها فوائد عديده صحيه، وانتم كما حبيتوا اذا كان افراد العائله ما يحبوش القشره نقيوها كامل. لاحظوا راح نقطعها مربعات، حبيتوا ترقوها اكثر، حبيتوا ديروا كيما انا كيما تحبوا. لاحظوا معايا نقطعهم كامل مربعات متوسطين، انتم اذا حبيتوا تصغروهم او تكبروا على هذا الحجم لكم الاختيار. لاحظوا نرجع للمقلة تاعي للطنجرة تاعي، نضيف الباذنجان تاعنا بعد ما قطعته كما قلت لكم، ونغلق عليه بعد 5 دقائق فقط، نفتح عليه ونضيف له التوابل. عندي راس الحانوت، فلفل اسود، فلفل احمر، كركم، شوية ملح، وحبة جامبو يا البنات. ما تنساوش الكزبرة الملحية. البنات انا حابة الكامل الخضرة تاعي تتشرب بالتوابل باش تجينا معسلة وتتقلى مليح. نغلق عليها ونروحو للبطاطا على نار هادية كما شفتو. لاحظوا معايا البنات، نحكم حبات البطاطا كما قلت لكم على حسب افراد العائلة، نقيها نشللها مليح من الماء، ونبدا نقطع فيها بهذا الشكل. انتم اذا حبيتوا تقطعوا كما انا او الشكل اللي تحبوه، ونبدا نقلي فيها. التكتوكه تاعنا راهي طيب، البطاطا راهي تتقلى. لاحظوا معايا الريحه راهي دايره حاله في الدار، والخضره كامل طلقت الماء تاعها. انتم اذا ما تحصلتوش على هذا الصوص تاع تشكتوكا، تقدروا تضيفوا فنجان ماء، لازم يكون سخون، لكن انا ما نحتاجش هذه الكميه تكفيني. البطاطا راهي تتقلى، ونخدم البيشاميل تاعي. بالنسبه للبيشاميل البنات راح نخليها لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف. بعد ما درت البيشاميل تاعي بالفرينه والمارغرين والحليب، راح نضيف له كميه من الفرماج اللي تحتاجوها والنوع اللي تحبوها البنات. لازم نملحو بكمية قليلة من الملح، وندير فلفل أسود. أنا ما نحبش ندير جوز الطيب، ولكن نحب ندير له فلفل أسود. نحرك مليح باش يذوب الفرماج، واللي حابة تتميكسيها بالبغا ميكسور لها الاختيار. لاحظوا معايا نرجع للتكتوكة تاعي، لاحظوا معايا بسم الله ما شاء الله طلقت لي كمية من الصوص، والبيذنجان تاعي راهو طايب، فلفل طيب، البصلة طيبة، والله ما شاء الله معسلة وبنينة. نبدأ نمونطي فيها. لاحظوا معايا نجيب سنيوة الفرن، والفرن راهو مسخن على 200 درجة. ندهنو مليح بالزيت
البلا اللي راح ندير فيه الكراتان ندهنو بالزيت كمية قليلة او المقارين. ندير الطبقة الاولى من البيشاميل، صوص بيشاميل بالفرماج او كريمة الفرماج، نحط عليها البطاطا الكمية اللي قليتها كامل، لاحظوا ندير لها كمية قليلة من الفرماج، ما تنساوش تملحوها يا البنات، ملحو قبل البطاطا تاعكم بشوية ملح، وديروا من فوقها فرماج رابي النوعية اللي تحبوها، انا درت نابولي. لاحظوا نحكم تشكتشوكة تاعي نفرخها كامل على البطاطا، ونحاول نسويها كامل على الاطراف باش البطاطا تشرب مليح البنة تاع الصوص اللي موجودة في تشكتشوكة. لاحظوا معايا مش نحب نخلط ونخلط كلش، هذه الطريقة احسن، نجينا الطبقات وتجي بنينة بزاف البنات. لاحظوا نحاول نسويها مليح، ونحط فوقها الكمية اللي تبقات لي من البيشاميل البنات او كريمة الجبن كما حبيتوا سموها، خاصة البنات لو حطيتوا كمية كبيرة في البيشاميل من الفرماج راح تجيكم بنة عالمية. لاحظوا نحاول نسوي السطح كامل، وتبعوا مليح البنات هذه الخطوة مهمة، ونحاول ندخل بالملعقة للوسط. لاحظوا بعد ما ندير كمية الفرماج كما قلت لكم ديروا النوعية اللي تحبوها، حبيتو الشيدر، حبيتو نابولي، حبيتو اي جبن موجود عندك، وما تكلفيش روحك نهائيا. لاحظوا معايا هذه الخطوة يا البنات مهمة باش ندخلوا البيشاميل تاعنا داخل الصوص والبطاطا. ندير كمية من المعدنوس والدبشة، حبيتي تزيدي تضيفي ترابي ثوم راح يجيك بنين بزاف، ونحركو بهذه الطريقة ندخل كلش في بعضه. بهذه الطريقة نحرك مليح البلا تاعي قبل ما ندخلو للفرن. كي ندخل البلا تاعي للفرن نقص على الفرن 150 درجة ونخليه حتى يتجمر مليح. لاحظوا انا البنات راح نقطع لكم مباشرة كي خرجتو من الفرن، وانتم صبروا عليه شوية ومن بعد قطعوه. بسم الله ما شاء الله، والله يا البنات خرج لي بنين بزاف، وافراد العائلة كامل عجبهم، وما يكلفش البنات، وصحية ما في حتى حاجة يعني مش صحية، البطاطا فقط. اذا ما بغيتوش تقليوها فوروها وضيفوها. لاحظوا معايا البنات راهو معسل للقلب ومفرمج ومشكشك، والله ما شاء الله. اذا لحقتوا لهذه المرحله ديروا لي جيم، بارطاج بين الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده فضلا وليس امرا اذا حبيتوا، يعني باش لا فيديو تاعي يطلع والقناه تطلع ويستفادوا كامل ويتعلموا، خاصه المبتدئات البنات. وراني متاكده لو جربتوا الوصفه اكيد راح تدعيوا لي وتشكروني وتعجبكم ويفرحوا بها كامل. والان ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.